انا معايا دلوقتي الحاجه رشيديه من هنا. الحاجه رشيديه مساء الخير. الله يخليك يا رب. ربنا يخليك، الف مبروك يا حاجه. قولي لي انت سمعتي عن الحمله دي ازاي؟ يا رب. الو يا حاجه رشيديه، مين قال لك تروحي تكشفي؟ نعم ها؟ مين قال لك تروحي تكشفي؟ انا يعني بنت ولدي. بنت ولدك؟ ايوه. قالت لك ايه؟ قالت لي روحي تشوفي عند لين. ورحت برضو وكشفت رحت كشفت وجبت ما فيش حاجه ابدا. طيب ما فيش امراض الحمد لله، ما فيش امراض، ربنا يديلك الصحه. احنا شايفينك على التلفزيون زي الفل يا حجه والله. يا رب يا رب يا رب يديكم ويرضيك ويهدي عليكم يهدي عليكم الدنيا يا رب ويوسع عليكم. عندك كم عيل يا حجه؟ ها؟ عندك كم ولد وكم بنت؟ عندي بلية وعندي ولد ثلاث بنات. ثلاث بنات؟ ايوه متجوزين. ربنا يخليهم لك ويديلك الصحة. عندك احفاد طبعا بيجوا عندك يقعدوا عندك صح؟ ها؟ ولادك؟ ولادي أربعة. أربعة بيجوا لك بيزوروكي؟ ولدي بيزورك؟ أيوة ما برضه يزوروني ولدي. طب الحمد لله. جيرانك راحوا وكشفوا يا حجة ولا ما راحوش؟ راحوا وكشفوا ما والحمد لله ما فيش أمراض. لا أنا ما فيش أمراض الحمد لله. الحمد لله. عندك كم سنة يا حجة؟ ها؟ عندك كم سنة؟ سنة 90. ربنا يديلك الصحة وطولة العمر يا رب. يا رب طول في عمركم وكتر رزقكم يا رب. ادعي لنا ادعي لنا وادعي لبلدنا، ادعي لبلدنا يا حجة. ربنا يخلي السيسي يا رب، يخليه ويديه يا رب تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا يا حجة، شكرا، شكرا حجة رشيدية. طبعا يعني فرحانة فرحانه النهارده راحت يعني شاركت في المسح الشامل وطمنت على نفسها، واحنا بنقول احنا سعداء جدا انه كل فئات الشعب بتروح وبتشارك في هذه الحمله والناس بتطمن على صحتها. يعني انا نفسي عايز يعني كنت مستني ان الحمله تيجي محافظه الجيزه لان انا من سكان الجيزه دلوقتي، وهروح برضه لازم أروح أعمل اللي هو المسح الشامل إن شاء الله قريباً.